اخر محطتنا الصباحيه نرمين رح تكون عن عالم الثقافه والادب. رح نسلط الضوء على فنانه لها العديد من الابداعات بعالم الفن التشكيلي والعديد من الاصدارات الادبيه بعالم الادب بين مجموعات شعريه وروايات وقصص ايضا. خلونا نرحب سوا بالكاتبه اسمهان حلواني. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. رح نبدا مع حضرتك من اخر اصداراتك الادبيه اللي كان بعام 2022 روايه لورانس. خلينا نحكي اكثر عنها، عن الفكره وعن الاصدار. تفضل. اخر اصدار كان روايه لورانس السنه الماضيه تقريبا، ببدايات السنه الماضيه. كثير صعب تحكي هيك بكلمتين عن روايه تقريبا تقع بحوالي 350 صفحه، لكن خلينا نقول انه هي حملت شريحه كثير كبيره من المسارات. كان في منا الشيء الفلسفي، الرؤية تجاه الأمور بالحياة، تناول الردود الأفعال ما بعد الأزمة، وتناولت أشياء في العالم الماورائي، خلينا نقول العالم الموازي، وأسقطتها على رسالة كونية بالنهاية بتحملها للبشرية اللي هي منع التدمير البشرية. نحن يعني هلا بشهر آذار، شهر المرأة والمعلمة والأم، خلينا نسمع شو كاتبه اليوم حضرتك. شهر آذار شهر الولادة والتفتح، وهذا كله أكيد بيتفق مع كونه شهر المرأة. فضل. والأم. أمي، ولأنه كان خيمتي حين اعتراني التشرد، ومظلتي حين باغتني مطر الحدث، لأنه محراب صلاة اعترافي حين ارتكبت الذنب، كنت أشد الطرف منه وأخشى أن أضيع الدرب. ثوبك أمي، في كل مرة أكتبني فأجد أني ما كتبت نفسي، بل أكتبني كما أردت أنت. فهلا بقيت أكثر علنا نوقع ديوان خلودنا كما تشتهين. في قلبي قطعة سكر أهدتني إياها أمي، العهد لذة بالحلاوة، المطر غمامتي، والمرار وعد يتقطر. لك ويسلم هتم. يعني مواضيع المرأة بمختلف أدوارها شغلت الكتاب دائما، المعاناة، كثرة معاناة وخصوصا بالعالم العربي. بتحسي اليوم هاي الكتابات قدرت تنصف دور المرأة، عم نحكي عن المرأة العربية ومعاناتها؟ بالبداية دائما المعاناة هي اللي بتكون أنا بسميها الشرارة اللي بتوقد أي عمل فني، سواء كتابة أو أي يعني أي منطلق فني آخر. نحن بنحكي عن الرواية، بنحكي عن الشعر، بنحكي عن الرسم، عن الفن التشكيلي، المسرح إلى آخره. دائما قضية المرأة محفز، لأنه المرأة بشكل أو بآخر هي الرحم الذي ولد منه أي أديب أو كاتب، وبالتالي هناك دائما هذا الفاصل، الحبل السري الذي لا ينقطع، ينقطع حقيقة عند الولادة، لكن مجازا هو حبل دائما موصول وموجود. الأم مؤثر جدا كبير، سواء كانت قريبة أو بعيدة، سواء فقدتها أو أنت ملتصقة بها، هي المحفز لأي عمل يقوم به الإنسان من ذاكرته، من طفولته، من الحس الاحتواء، الاحتضان، الأمان، الدفء، هذا كله يعني الأم. حتى حين تكون الأم يعني مقيدة أو متسلطة، أو ليست كل الأمهات طبعا أمهات جيدات، للأسف هناك بعض الحالات، نحن بالنهاية بشر، حتى هذا يمكن أن يخلق حافز ومحفز للكاتب الأديب لينتج نتاج يتحدث عن هذا لو بشكل مجازي. نعم. يعني لجانب موهبتك بالفن التشكيلي، بالشعر، بالأدب، أنت أيضا صيدلانية، خبرينا كيف عم تقدري توازني اليوم بين هذول المجالات؟ التوازن دائما أمر صعب، أصعب شيء أنه الواحد يقدر يمسك العصا من المنتصف ويبقى متوازن، وبنفس الوقت أن لا يقف حيادي تجاه أي موقف، أن يذهب
فيه للنهاية. الوقت ملكي، حين يكون الوقت ملكي إذا أنا قادرة على التحكم، ما بسمح للوقت أنه ينسرب من بين إيدي. دائما في ترتيب معين، في خطط معينة، حتى لو ما كانت بالورقة والقلم، في إنجازات لازم تنحسب أنه لازم تنعمل. فهذا النوع بيوحي باقتدار المرأة. المرأة جبارة بالمناسبة، هي قادرة على أنه تكون أم وأب بذات الوقت، وقادرة على أنه تكون سيدة منزل وطباخة ماهرة وسيدة أعمال يدوية، وبنفس الوقت هي مرأة عاملة ومغامرة وقادرة أنه بهذا التوازن أنه تحتوي كل هاي المسائل مع بعض. جهد أكبر، تنظيم أكثر، الأمور أكيد بتصير أفضل. احنا متعودين على المرأة السورية دائما المعطاءة اللي قدرانة تلعب أكثر من دور بحياتها. خلينا نسمع شيء ثاني من حضرتك ومن كتاباتك، تفضلي. قالت لي أمي الشموس لا تنام، لا تنطفي، لكنها تحت الوسادة تختفي. ومنذ حلم أرسم الصحو قزحا من ألوان، وأخفي تحت وسادتي أجنحة الظلام. قالت لي أمي للأشجار غناء أخضر، جذوعها القيثارة وأوتارها أشعة نور. ومنذ نغم أعزف الحب قصيدة وترقص في نوم الغابة. قالت لي أمي الحزن عري، لا تدعي الدمع يلامس منك الكهرمان. ومنذ مطر أرتدي الفرح وأكسو الكآبة بالأمل، ولأبعد عن جسدي قشعريرة الحمى أتزين بعباءة غيمة سقطت من شهيد. ما بيني وبيني مساحة هي أنت، ومسافة من ولعي أطويها برفق، كلما ازداد يقيني بأنك ما زلت أنت، أنت مسامات النشوة بيني وبيني. أهلاً بك. عن مشاريعك بالأيام القادمة، هل عم تخططي لشيء جديد؟ أكيد المشاريع ما بتتوقف، طالما في وحي دائماً بداهمك فأكيد في مشاريع كتير. مجموعات شعرية قادمة بالإضافة للمجموعتين اللي عملتهم، إن شاء الله في بوادر رواية، بس عم حاول أتريس أكثر لأنه كانوا الروايتين الماضيين كمان متقاربات بالوقت، وبتمنى معرض فني تشكيلي على مستوى كبير. دي حضرتك متعددة المواهب، نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هيك دائما نكون مواكبين لكل مشاريعك الجديدة. شكرا. أهلا وسهلا فيك الكاتبة والروائية اسمها هان الحلواني. شكرا لكم. العافية، وبنتمنى لك كل التوفيق بأيامك الجاية وكل السعادة لكم. شكرا لك.